بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، على آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الإخوة المتابعين، طلبات، الأخوات الطالبات كذلك، المتابعين من داخل صفحة لجنة المزيد أو من خارجها، أرحب بكم باسم هذه اللجنة المباركة، لجنة المسجد لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني. يعني في أولى محاضراتها، محاضرة يعني في إطار الأنشطة التي يعني تبذل اللجنة مجهودها في تنظيمها، يعني بهدف الدعوة إلى الله عز وجل، وبهدف يعني سد الثغر الموجود يعني عند الشباب، وإصلاح ما يمكن إصلاحه يعني في صف الشباب المسلم وطلبة الأكاديمية بشكل خاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعني وأجدد الترحيب بكم. موضوع ديالنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة يعني يعني هو مشكل يعاني منه الشباب المسلم، يعني بطبيعة الحال وحتى الشباب المتدين حتى، يعني حتى هو يعني المشكل ديال يعني الحرج في، سواء في مجرد يعني الانتماء إلى هذا، يعني إلى الإسلام، مجرد أن الإنسان يحمل هذا الاسم ديال مسلم، أو يعني في يعني الالتزام أو في تطبيق التعاليم الإسلامية، وكذلك الحرج فيما يتعلق يعني بالدعوة إلى هذه المبادئ وهذه التعاليم. يعني عندنا يعني واحد الحرج على واحد العدد ديال المستويات. فلذلك فكرنا أننا ندير هذه المحاضرة حول هذا الموضوع هذا، وكما يعني رأيتم في المنشور، وكما يعني سبق أن كاين الناس اللي درنا اجتماع المسائل يعني درنا هذه المسائل. فالعنوان هو يعني جزء من الآية الأولى من سورة الأعراف، التي يقول فيها ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين. يعني فيعني هذا توجيه من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لنا نحن من بعده، وخاصة الدعاة المسلمين، أنهم ما يتحرجوش من الدعوة إلى كتاب الله عز وجل والإسلام عموما. فالمكون الناقص هو اليقين، اليقين عند الشباب المسلم، هو الموضوع ديال المحاضرة ديالنا اليوم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أنها تكون في حسن عند حسن ظنكم، يعني وأن تزيدكم علما وإيمانا. يحضر معنا إن شاء الله تعالى ضيفان عزيزان على قلوبنا، السي ياسين العمري، غني عن التعريف، يعني تعرفونه جميعكم، يعني الله عز وجل قد أعطاه قبولا في يعني في قلوب الناس وقلوب الشباب خاصة. يعني كما تعلمون فهو أستاذ في تقنيات التواصل باللغة الفرنسية، وكذلك يعني هو حاصل على دبلوم في هذه اللغة، وهو واعظ متطوع بمدينة الدار البيضاء، وقارئ القرآن يعني أخونا عصام بوافي. يعني دائما يعني اعتدنا ما نرى هذين الرجلين، هذين الأخوين الله عز وجل، هذين نحبهما في الله، يعني كيمشيو ديما بجوج، ديما يكونوا في نفس المحاضرة. ويعني وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني أول حاجة بعد الشكر لله عز وجل، الحمد لله عز وجل أنه يسر لنا هذه المحاضرة، ونسأله تعالى أن يرزقنا الصدق، الصدق هو الأهم، وأن يعني يوفق هذه اللجنة لبذل مزيد من المجهود. ثم الشكر وتجديد الشكر بالنسبة للسياسيين والسي عصام بوافي. الشكر بالنسبة اللي شاركوا معنا في تنظيم ديال المحاضرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والشكر بالنسبة للإدارة ديال أكاديمية محمد السادس، التي يعني تتعاون معنا فيما يخص يعني السماح لنا بإنجاز هذه المحاضرات، يعني فهي أيضا لا يخفى عليها أهمية هذا الجانب، أهمية تغطية هذا الجانب، الجانب الديني للطالب المهندس بشكل عام. خير ما ابتدي به إن شاء الله تعالى تلاوة يعني يتلوها على ما سمعنا أخونا القارئ عصام بوي. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم
هم أجمعين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله
ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك سي عصام وجزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل وبليلة الجمعة إن شاء الله، أسأله أن يعني يجعلك ممن قال فيه، ممن صدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال لي قارئ القرآن اقرأ واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. نسأل عز وجل أن يبلغك هذا المقام إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. الكلمة للأستاذ ياسين العمري. جزاك الله خيرا أستاذ عصام، أحبك في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع قدرنا وأن يجبر كسرنا وأن يختم بالصالحات أعمالا. فالحمد لله الذي يسر هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به يوم لقائه، وأن يجعله لنا ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. ثم الشكر موصول للفتية الشباب في لجنة المسجد بالأكاديمية الدولية مولي محمد السادس للطيران المدني، الشباب القائمين على هذا النادي الطيب الذي شرفت في غير ما مر بإلقاء مداخلات في مقر الأكاديمية. والشكر موصول أيضا للقائمين على الأكاديمية من إداريين وطاقم تربوي وإداري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الخير. فالموضوع المختار لهذه الليلة يعالج قضية
يعني ما كنا نظن في وقت تقدم، ما كنا نظن أن الذي سوف يطالب بمثل هذه المواضيع من حيث أنه يحتاجها، أنه سيكون في صفوف الذين ينتظر منهم أن يتحدثوا عن هذه المواضيع. فهذه المواضيع التزكوية والمواضيع التربوية بامتياز، المواضيع المتعلقة بالإيمان وتعزيز اليقين وإعلاء الهمة في طلب رضا الله عز وجل، المظنون في أهل الاستقامة وأهل الدعوة والشباب القائم على شؤون تأطير المسلمين، المظنون فيهم أن يكونوا هم من يصدروا هذه الأمور وهم من ينتجها. فإذا بنا نجد أن هذه الأوساط يعني هي التي صرنا يعني صار الشباب فيها أكثر حاجة لهذا الموضوع المقترح لهذه الليلة. فإذا كان الذي ينتظر منه تأطير الناس تربويا هو من يحتاج إلى التأطير التربوي، فلك أن تتخيل ما يمكن أن يقع من انحرافات في أوساط الشباب. فكلامنا لهذه الليلة عن أمر يتجدد، يعني إذا نظرنا إليه بالمنظور الشرعي فنجد أنه أمر، لا أقول أنه أمر عادي، لكن وقوعه بين الشباب يعني قد يكون عاديا، على اعتبار أنه أمر متعلق ب، معذرة، على اعتبار أنه يعني أمر لصيق ببشرية الإنسان. فهذا الأمر، معذرة ربما كان إشكال في الصوت، فالمظنون في المسلم أنه يتكلف بهذه الأمور ويقف عليها ويجتهد في تنميتها حتى يبلغ بها المبلغ الذي يمكنه هو نفسه من تأطير نفسه ابتداء وتأطير غيره. لكن بشرية الإنسان هي هذه وتحكمه وتحكم عليه، فيجد المسلم الإنسان عموما والمسلم على وجه الخصوص نفسه في مرحلة من مراحله يعاني نقصا في المنسوب الإيماني ونقصا في منسوب اليقين. لكن الفارق بين من تقدمنا من أهل التربية وأهل التزكية وما نحن عليه الآن، وما أبرئ نفسي، هو أنه بمجرد ما يبدأ منسوب التربية وعفوا منسوب الإيمان ومنسوب اليقين يضعف، إلا ويبادر هذا المربي ويبادر هذا المؤطر ويبادر هذا الشاب المسلم عموما، يبادر إلى إعادة النظر في إيمانه، فيعالج مواطن الخلل ويتناول الدواء الإيماني المناسب لهذا الخلل ثم يمضي قدما. الإشكال عندنا الآن أن صار المنسوب الإيمان ينزل وقوة اليقين بدأت تضعف، وعدد كبير منا ابتداء لا يبالي بهذه المسألة، وهنا مكمن الخطر. ثم إن بالى بالمسألة وانتبه إليها لعله من كثرة ما صدر منه من تمظهرات ضعف اليقين وقلة الإيمان يعني لم يعد يدري من أين يؤتى وكيف السبيل، كيف السبيل للخروج. الكلام اليوم ليس عن قضية الفتور في العبادة، ولا هذا سبق الكلام عنه في مجلس آخر والتسجيل موجود لمن أراد أن يرجع إليه. لكن الكلام عندنا اليوم إن شاء الله تعالى سوف يتمحور حول ثلاثة مع يعني تمحور حول ثلاث وقفات. الوقفة الأولى يعني ما هي التمظهرات أو الأشكال التي يمكن أن يأخذها ضعف الإيمان إذا تسلل إلى القلب.
والوقفة الثانية إن شاء الله تعالى يعني ما هي الأسباب التي تدفع بالعبد لهذه لتصدر منه هذه التمظهرات. ثم نختم إن تيسر بفضل الله سبحانه وتعالى، نختم ببعض وسائل العلاج التي يمكن للمسلم الذي يريد فعلا وجه الله والدار الآخرة، ويريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى على صراطه المستقيم في زمن الفتن، يأخذ بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. من بين الإشكالات الكبرى التي نعاني منها في هذا الزمن، وهو أن من يبلغه الخطاب الدعوي لا يظن نفسه هو المخاطب به. يعني إذا خاطبت الناس بمكونات الشخصية النفاقية، المخاطب لا يرى نفسه مخاطبا بهذه الأمور، لذلك لا تؤثر المواعظ في عدد كبير من الناس. يعني قد تجد جمهورا يعني مكونا من مثلا في مسجد أو في محاضرة، قد تجد جمهورا مكونا من 1000 شخص أو 2000 شخص أو 3000 شخص، وتلقي فيهم مثلا محاضرة أو خطبة أو درسا دعويا أو وعظيا أو علميا، فلا يكاد السواد الأعظم من هذا الجمهور يرى نفسه هو المخاطب بهذا الكلام، في حين أن من تقدمنا من أهل الخير والصلاح كانوا يقرؤون القرآن مثلا، يقرؤونه على أنه رسالة من الله إليهم مباشرة، لا يقولون هذا الكلام مثلا عندما يسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الكفار في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا يمر عليها وهو يتجاهلها على اعتبار أنها آية إنما هي موجهة للكفار. يقول: هذه الآية ليست موجهة للكفار، هذه الآية تصف أوصاف الكفار، تسرد لنا أوصاف الكفار. من بين أوصاف الكفار: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيخشى المسلم الذي يحب ربه عز وجل، يخشى أن يكون من الذين سواء وجه إليهم الخطاب الدعوي أم لم يوجه إليهم الخطاب الدعوي، فهو لا يزيد هذا في إيمانه ولا ينقص، لأن إيمانه بلغ درجة من التدني يصعب القيام بعدها. فيلتقط من هذه الآية إشارة مهمة، أنه إذا سمع الكلام من الله فيرفع شعار ما جاءت به آخر سورة البقرة، لأن هذه البداية، ما جاءت بآخر سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقرأ في قول الله عز وجل: إن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماذا يفعلون؟ يخادعون الله والذين آمنوا، فيخشى على نفسه. يقول: هذه الآية ليست موجهة للمنافقين، هذه الآية تصف المنافقين، فيخشى على نفسه أن يكون متلبسا بوصف من أوصاف المنافقين أنه يخادع الله ورسوله. مثلا عليه زكاة مال ويخرج زكاة ماله، ثم وإذا أراد أن يخرج زكاة ماله ذهب إلى الأموال المودعة في الحساب الربوي ويأخذ من الزيادات الربوية التي يحصل عليها من هذا الحساب ويخرج منها الزكاة. يقول لك: هذه زيادة ربوية، زيادة ربوية، وزعماء يلبس لباس الورع البارد. يقول لك: حقا أنا لا أريد أن أتخلص من هذه الزيادة الربوية. ما الذي يفعل بها؟ يخرجها على اعتبار أنها هي الزكاة الواجب. هذا وإن حج 70 مرة فهذا متلبس بوصف من أوصاف المنافقين. لا أقول هذا ليأخذ شبابنا مثل هذه الأمور ويبدأوا في الحكم على الناس، يعني نسقط في نفس الفخ في كل مرة. لا أقول لك هذا الكلام حتى تعي أنت الذي تستمع إلي الآن، وتعي أنت يا من تستمعين إلي الآن، أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو موجه إلي وإليك، فتأخذه على أنه يخاطبك أنت، ودعك من الناس. الناس قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. فهذه الأمور
كلها جعلت أن الناس وهم لا يدرون من أين يؤتون يأتون فيسألون، يعني أستاذ أحس أن إيماني في الحضيض، أستاذ أحس أنني يعني الفتن تتخطفني ولم تعد عندي مقاومة. يقول لك مثلا أعبد وأصلي لكن لا أجد للصلاة لذة ولا شيء من هذا القبيل، بدأت أقرأ القرآن حين أقرأه ولا يؤثر في قلبي ولا تدمع له عيني. وشيء من مثل هذا الذي يشتكي منه السواد الأعظم من المسلمين على وجه العموم، ومن بدأ في سلك الاستقامة ثم أحس أنه يعيش شيئا من الفتور يزيد أو ينقص بحسب الأشخاص. فعلم من هذا كله أن ضعف الإيمان، لأن معلوم عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة معلوم أن الإيمان لا يبقى على حال واحدة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كيفما كانت هذه الطاعة لقدر الطاعة والإخلاص فيها وتقوى الله عز وجل واستحضار النية فيها، على قدر منسوب الإيمان على قدر ما يزداد منسوب الإيمان، وعلى قدر خطورة المعصية والاستهانة بها والإصرار عليها والمجاهرة بها يكون النقص في منسوب الإيمان. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حول قضية القلب، أن لما قال التقوى قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام حيث القلب، والله عز وجل يقول إلا إذا بعثر ما في القبور، فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وما في الصدور هو القلب. قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه عفوا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، أي يوم تختبر السرائر فتخرج فتصير السريرة علانية، وما كان سريرة أي ما وقر في قلب العبد. إنما سمي القلب، قال عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب من تقلبه، إنما القلب إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. وجاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. إذن إذا كان القلب هذا حاله فوجب على المسلم أن يعتني به اعتناء شديدا، وحتى يعتني الإنسان بقلبه العناية الصحيحة ويسير بذلك على سنن الأنبياء والرسل والصالحين من هذه الأمة، وجب عليه ابتداء أن ينظر في حاله ليتعرف على نفسه، هل هو يعني يعاني من هذا الأمر أم لا يعاني من هذا الأمر، لأن أقبح شيء أن يجد المسلم نفسه يعني في حالة ضعيفة من الإيمان وهو لا يدري، هذه أقبح شيء وهو لا يدري. فمن المظاهر، طيب وأعيد وأكرر وأذكر، بالنسبة لمن يستمع لهذا الكلام الآن، ليس الغرض عندنا أن نستمع الكلام ونبدأ في إسقاطه على الناس، ليس الغرض عندنا أن نستمع لهذا الكلام لنميز به الناس بعضهم عن بعض، ليس الغرض من الاستماع لهذا الكلام أن نصنف الناس طبقات لنقول هذا إيمانه زائد وهذا إيمانه ناقص، الغرض من هذا الكلام أن أنظر أنا إلى نفسي وأن تنظر أنت إلى نفسك، هل فيك شيء من هذه المظاهر التي باستقراء نصوص الشريعة ذكر علماؤنا أنها مظاهر تدل على تدني منسوب الإيمان أم ليست فيك هذه؟ فإن وجدت نفسك معافا من هذا فاحمد الله على العافية وارحم أهل البلاء. إن وجدت في نفسك شيئا أو وجدت في نفسك هذه الظواهر مجتمعة فبادر يرحمك الله، ولنبادر جميعا إلى إصلاح أنفسنا. فإن كان الحق سبحانه وتعالى يقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وجب علينا أن ندخل في زمرة المؤمنين حتى نستعيد هذه العزة، ولا عزة إلا بإيمان، فإن ضعف الإيمان فمن أين تأتي العزة؟ ومن أين تأتي تلك القوة في الخطاب؟ ومن أين تأتي تلك القوة في خطاب
المسلمين ابتداء لدعوتهم للتوبة، فضلا عن دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام. ومن أين يأتي الاعتزاز بالهوية الإسلامية؟ ومن أين تأتي تلك القوة التي أقول بها وسط اجتماع قد تأخر، يا أيها الناس حان وقت الصلاة ولا ملجأ لنا من الله إلا إليه، فعلينا أن نقوم لأداء صلاتنا. فإن أبوا على الأقل تكون عندي العزة لأقوم وأقول معذرة سأخرج من الاجتماع، علي أن أصلي حان وقت الصلاة. فمن أي مثلا، أعطيت مثال فقط، يجد الإنسان نفسه مثلا بين الأسئلة التي صارت ترد علينا في هذه الأيام، أيام العشر الأواخر من دجنبر. فالناس يسألون مثلا في أوروبا وحتى في بلدنا هذا، الناس يسألون يقولون يعني نحن نشتغل مع بعض النصارى ويهدون إلينا هدايا، وفي بعض الأحيان يقول لك يهدون إلينا هدايا يعني علب شوكولاتة وكذا بمناسبة احتفالهم بما يحتفلون به من كفر، يعني بما يدعون أنه ميلاد المسيح تعالى الله عز وجل عما ينسبون إليه زورا وبهتانا علوا كبيرا. يقولون يعني يهدون إلينا علب شوكولاتة وكذا، ويهدون إلينا قنينة خمر، ويسألك المسلم يسألك يقول يعني هل فيها بأس لو قبلت تلك القنينة؟ يعني عجيب أمر الأسئلة التي صارت تطرح. الإشكال عند مثل هؤلاء الأشخاص ليس إشكالا في قضية حرمة الخمر من عدم حرمته، ويعلم يقينا أن الخمر حرام وإلا ما كان ليسأل. الإشكال في إظهار عزته ليقول ذلك النصراني شكرا جزيلا على أنك يعني أردت أن تهديني هذه القنينة وكذا، وهذا من ثقافتكم، لكن أنا مسلم والخمر محرمة علي، والله عز وجل يعني أمرني ألا أشربها في الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم تذكره، يعني إن تيسر الأمر تذكره بالله عز وجل، تقول له يعني الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، يعني ما استطعت إلى ذلك. فإن لم يكن عندك من الزاد العلمي ما يعني تنبهه به إلى ما هو فيه من الشرك والكفر، فعلى الأقل أن يكون عندك من الزاد الإيماني ما تقول به بكل فخر وعزة، لا شكرا لكن أنا لا أشرب الخمر ولا أقبل هذه الهدية. أنا لا أناقش الآن يعني جواز أو عدم جواز قبول هدية الكافر في مناسبة معينة، يعني أنا لا أناقش هذه المسألة، هذه المسألة تسأل فيها عالما يجيبك. أنا أناقشك في المسألة الواضحة، قضية عزة المؤمن التي هي مرتبطة بهذا الموضوع. أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان وقلة منسوب اليقين جرأة المسلم على المعاصي وجرأته على ارتكاب المحرمات. من أقبح جرم في حق الله عز وجل وهو أن يشرك العبد به. ما صرنا نسمعه الآن من كثرة حوادث تعاطي الرجال والنساء على حد سواء للسحر والشعوذة والذهاب إلى القبور وعند الموتى وعند الحجر والشجر يتقربون إليهم بسائر أنواع القربات، يبتغون عندهم يعني ما اختص به الحق سبحانه وتعالى نفسه، فهذا من أعظم الجرائم، هذا من أعظم الجرائم. ثم تدرج بعد ذلك في دركات المعاصي، عقوق الوالدين كيف صرنا نراه عيانا بيانا، الزنا كيف صار يملأ شوارعنا بشتى أنواعه، يعني السفور، التمرج، المخدرات، التحرش على النساء العفيفات وغير العفيفات هو جريمة في حد ذاته، ترك الصلاة، التهاون في، يعني هذه جرائم، هذه معاصي، الوقوع فيها إنما هو يعني علامة دالة على ضعف الإيمان، علامة دالة على ضعف الإيمان. وما اجترأ عبد على الوقوع في معصية معينة إلا على بقدر ما نقص من إيمانه. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي في تلك الحالة ينتفي عنه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نقص من إيمانه ما جرأه على معصية الله سبحانه وتعالى. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. من المظاهر
يعني ما يشكو منه عدد من الشباب قضية الإحساس بقسوة القلب. يقول لك يعني أسمع الموعظة ولا تؤثر في ويعني أرى، يعني لا أقول أرى موكب الجنائز وموكب الجنائزين ولا أتأثر، يقول لك قد أكون من الذين يحملون الجنازة حتى أضعها على شفير القبر وأراها تدفن ثم أخرج ولم يحرك ذلك في قلبي. كما أن الماء إذا يعني أمطرت السماء وسال الماء بين المقابر ولا يتأثر الماء بالقبور، قال كذلك أمشي أنا بين القبور دون أن أتأثر. يعني قسوة القلب هذا من مظاهر يعني نقص اليقين وضعف الإيمان، كما قال تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم بين المقارنة وبين أن الحجارة قد يكون منها نفع، أي يخرج منه، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها يعني لا يخرج منه ما لا تتفجر منه الأنهار لكنه يهبط من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون عما تعملون. من بين مظاهر ضعف الإيمان أداء العبادات وكأننا نتخلص منها، ما عندنا حتى الكلمة القبيحة التي صار يتلفظ بها عدد من الناس، تقول له كذا كيقول لك شوف الشيخ غدير اصبر نمشي نحيد عليا العشاء ونرجع، نحيد عليا العشاء يعني أزيل عني ثقل ليته كان ينوي بها، يعني أؤدي مسؤولية صلاة العشاء لأن الله عز وجل يعني مطلع عليه وعلي أن أؤدي هذه المسؤولية، ليتها كانت بهذا الشكل، لكن القصد منها أنها ثقل فعلي أن أؤديها نحيدها عليا. يقول لك الحمد لله صليت العشاء طرقت معاه الشفاعة والوتر في الجامع تفكيت دابا ندير اللي بغيت، يعني حتى صارت يعني لم تعد العبادة بمفهوم الأداء، بل صارت العبادة تؤدى بمفهوم التخلص، كما صار يصوغها عدد من أحبتنا. يقول لك بعدما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، سرنا نقول للمؤذن أرحنا منها يا فلان. فهذا من مظاهر ضعف الإيمان، سواء يعني العبادات كلها، يعني سواء كانت صلاة، كانت صلة رحم، كانت نوافل، كانت صيام تطوع أو صيام فريضة أو شيء من هذا القبيل. وهذه مسألة يعني سواء كان الدعاء مثلا، حالنا مع الدعاء والله يبكي، حالنا مع الدعاء يبكي، كيف ندعو؟ صرنا الناس يسألون يقول لك العبادة هل عفاك أريد صيغة لدعاء حتى يعني يقضي الله عني الدين، أو الآخر يجي يقول لك أريد صيغة للدعاء حتى أتزوج، الآخر يقول لك أريد صيغة للدعاء حتى أربح في كذا وكذا، أريد صيغة للدعاء. تقول له يعني هناك بعض المواطن التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معينا، فتقول لي يا ودي واخا الدعاء يعني هذا موضوع آخر، يعني قضية السؤال على الأدعية وعنده إنترنت كيسول الناس وما فيش ما يمشي يشري كتاب ديال الأذكار ديال النووي رحمه الله ويلقى فيه الأدعية كلها موجودة، الغرض ماشي هو هذا، ماشي هذا هو الإشكال. الإشكال هو أنه تقول له الدعاء فيجتهد في حفظه لأن الغرض عنده هو الألفاظ، فكنقول له إن الله اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك بعض هذه الأدعية، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. في حين نحن ملي تندعيو بما ندعو؟ ندعو بألسنتنا اللهم يا ربنا كذا كذا كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، يعني لاهي. إذن المحرك الرئيسي للدعاء إنما هو القلب. إذن القضية ليست قضية ألفاظ، أنا كنت أتكلم على الدعاء، القضية ليست قضية ألفاظ، القضية قضية قلوب. فكيقول لك راه حتى تقول له يعني ادعو الله سل الله عز وجل يعني انطرح بين يدي الله، يقول لك اودي راه دعينا ونشوف لنا شي حاجه اللي ما كتقول لي ما عنديش، انا ماشي كنبيع ونشري في الهواتف اللي غتقول لي مثلا شوف لي هاتف فيه اخر تحديث ولا اخر تطبيق ولا اخر اندرويد ولا ايوس ولا لا، لا هذا الدعاء على قدر قلبك وتعلقه بالله. اذا قسوه القلوب ايضا من عفوا
التخلص من العبادات هذا أيضا من مظاهر ضعف الإيمان. التخلص من العبادات يحيلنا على مسألة أخرى متعلقة بالعبادات، وهي التكاسل عن أدائها. ما صافي، ما واخا تنبعت بلاتي شوية وشوف كي دابا كي من بعد، التكاسل عن أداء العبادة. وهذه فيها صح، حنا كنتكلموا على كيف نتلقى القرآن، وهذه صفة من صفات المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة زين قاموا كسالى. وأعيد أذكر بهذه المسألة، عندما أقول قاموا كسالى، الكسل كسل القلب لا كسل البدن. كسل البدن قد يكون عند المؤمن وقد يكون عند المنافق. علاش؟ مثلا إنسان يجتهد في العمل، يعني في كسب قوته اليوم كله، وعمله عمل يدوي يجتهد فيه ببدنه، فهذا من اللي تيدخل وتيتوضا وتيجلس وتيتسنى صلاة العشاء، راه من اللي عندما يؤذن المؤذن راه يقوم متثاقلا، لكن التثاقل فين عنده؟ في البدن فقط، لأنه متعب، لأن السيد راه عيان. هذا تتهمه بالنفاق؟ هذا لولا الإيمان في قلبه لما قام إلى الصلاة. إذن هذا قلبه نشيط، غير البدن اللي باقي عيان، لكن القلب حمل هذا البدن فذهب به إلى المسجد. لكن دو على ذاك اللي ما عنده ما يدان، أو العمل دياله ليس متعبا بهذا الشكل هذا، فيدخل البيت ويجلس وبدنه في كامل يعني في كامل يعني طراوته ونضارته، حتى إذا أذن المؤذن وجدته متكاسلا، ما واخا بلاتي راه مازال تعطلوا في الإقامة وكذا إلى آخره. الكسل في أداء الطاعات والعبادة والتكاسل، نسأل الله أن يغفر لنا هذا، كلنا هكذا، الله يغفر لنا، الله يتجاوز عنا. تأتينا فترات ديال النشاط وتأتي فترات ديال الكسل والتكاسل، لكن نجي فترة ديال التكاسل خاص المؤشر عندك ديال ضعف الإيمان خاصو يشعل. ملي كتكون غادي بالسيارة عينيك على المؤشرات، هذا مؤشر ديال الزيت، هذا مؤشر ديال الحرارة، هذا مؤشر ديال البنزين، هذا مؤشر ديال السرعة، السرعة كتراقبها باش ما تخلصش الذعيرة المالية ديال انك درتي سرعة يعني تتعدى السرعة المسموح بها. بالنسبة للمؤشر ديال الزيت باش ما يوقعش لك إشكال في المحرك، مؤشر ديال البنزين باش ما توقفش بك السيارة، ومجرد ما كيبان لك شي مؤشر فيه خلل يعني ينبئك عن خلل في المحرك ولا في السيارة ولا في السرعة ولا كذا، أنت تتراجع. علاش؟ لأنك تعلم أنك ستؤدي الثمن، إما ستؤدي الثمن ضعيرة مالية، إما ستؤدي الثمن محرك غادي يخسر، إما ستؤدي الثمن خاصك تمشي تكرفص باش تجيب مثلا شيء من البنزين وكذا. فمؤشرات الإيمان من باب أولى، ملاحظة مؤشرات الإيمان من باب أولى، لأن المحرك ديال السيارة أقصى ما غيوقع شيء من المال ستؤديه وتعب وتصل فلان والديباناج أجيب وهز وحط إلى آخره. لكن إن انطفأ محرك القلب كيف توقظ هذا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني كما ذكرت، يعني التكاسل على الطاعات مثلا ليس فقط في صلوات الفريضة. تخيل مثلا إنسان كم نصلي من صلوات العيد؟ عندنا عيدان، نحن أهل الإسلام عندنا عيدان فقط، عيدان يعني فيهما خطبة وفيهما صلاة وكذا. وتجد الشخص ينتظر السنة كلها ويقول رمضان وهذه إلى آخره، وصلى رمضان وكان في التراويح وصل، فيتكاسل عن صلاة العيد، يتكاسل عن الصدقات، يتكاسل عن أداء الزكاة في وقتها. لله المستعان. فهذا التكاسل عن الطاعات هو أيضا من مظاهر يعني نقص حاد في منسوب اليقين ومنسوب الإيمان. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الإيمان، من بين تعاريفه للإيمان قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماح. كيف قال؟ الحج عرفة، قال الدين النصيحة، قال الإيمان الصبر والسماح. يعني ما هو الإيمان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الإيمان، وكأنه يقول لنا الإيمان هو الصبر والسماحة. كيف حالنا مع الصبر والسماحة؟ وهذا أيضا من مظاهر ضعف الإيمان، القلب يعني الصدر يكون ضيقا، يعني لا يقبل كثرة النقاش، ينفعل بسرعة، يصير مثلا سريع الغضب، سريع الانفعال، ردود أفعال يعني عنيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن يألف ويؤلف، وقال: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا من تلقى راسك المزاج ديالك معصب وباغي تغضب دغيا وردود الأفعال عنيفة وكذا، هذه يجب أن ترجع
المراقبة على إيمانك فقد نقص المنسوب. ومن أصعب مظاهر يعني ضعف الإيمان عند العبد كما ذكر علماؤنا حفظهم الله ورحم الله من كان منهم ميتا وفرج الله عمن كان منهم تحت وطأة الظلم، ذكروا عدم التأثر بآيات كتاب الله عز وجل. عجيب يعني، والله أستغرب. أقول الناس يعني مثلا يعني من باب الوصف ليس من باب المباهات، وإلا نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. قل لك ناس يقول لك مثلا والله الكلام تقوله أستاذ ياسين ونتأثر به كذا، أنا أقول لك اسمعني مزيان وخذها مني ودعك من المبالغات في المدح والإطراء، راه لا يصلح أن ينظر الله في قلبك فيجدك تعظم مخلوقا أكثر مما تعظمه. أتقولي لا أستاذ ياسين احنا سنحبوك كدأيه، لكن لا تجعل في قلبك معظما إلا الله سبحانه وتعالى. يعني تستغرب كيف يتأثر الناس بكلام مخلوق، تأثر الناس بكلام ياسين العملي فإذا تري عليهم القرآن لا يتأثر. هذه والله مصيبة المصائب. يعني وأقولها لكم يعني صدقا، حتى إن العبد ليأتي عليه وقت يود لو توقف عن هذه المسألة. يعني يقول يعني نرى من أنفسنا وكأننا ندفع الناس ليعظموننا، فلا ليعظمون عوضا يعظموا كلام الله عز وجل. وهذا الجهد كله الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله والله إنما هو لربط الناس بكلام الله. ما عندكم ما تديروا لا بياسين العمري ولا بعصام بوافي ولا أعلم علماء الأرض، ما عندكم ما تديروا بهم، ما غينقدوكمش، لا غينقدكم هو الله سبحانه وتعالى. إذا ملي تاخذوا من هاد الناس شي حاجة اجعلوها سببا لربط الاتصال بكلام الله سبحانه وتعالى. الواحد يقول لك لا والله المقاطع ديالك تنفق على الصباح والعشاء في العشية، يا أخي راه لا تستقيم، ما تصبحش على المقاطع ديالي وما تمسيش على صبح على كلام الله ومسي على كلام الله. اجعل أكثر ما تستمع إليه في يومك وليلتك كلام الله سبحانه وتعالى، ارتبطوا بكلام ربكم يرحمكم الله، اجعلوا النصيب الأوفر للإخلاص لا للأشخاص، اجعلوا النصيب الأوفر للإخلاص لا للأشخاص. اليوم تتعلقون بياسين العمري ثم إذا ظهرت منه زلة، نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، وكلنا عيوب وكلنا ذنوب وكلنا أخطاء، ولولا ستر الله علينا لما استمع إلينا أحد. لكن هو اليوم هو ياسين العمري غدا سقط، أو لو وقع مشكل، أو لانقلب على عقبيه، أو لانتكس، أو لألحد، أو لكفر، من شنو نكفر نحن؟ ما جعل لنا من قدوة في الدنيا بين الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتبع. تلك رسالة والله العظيم أود أن ألتقي بك، يا أخي اجعل رغبتك في لقاء الله عز وجل وهو عنك راض، دعك من الناس. هذا يعني والله لا أدري كيف أوصل إليكم هذه الفكرة. لو مكنني يا ربي من شق الصدور وزرعها في القلوب والله لفعلت، لتوقفت عن عملي وتركت أسرتي وخرجت لأفعل هذا الأمر، لكن ما باليد حيلة، ما يمكنش، هذه أمور لا تفعل. ارتبطوا بكلام الله سبحانه وتعالى فعدم التأثر. لا إله إلا الله، بسم الله. فعدم التأثر بآيات القرآن الكريم حين تتلى هذا من مظاهر ضعف الإيمان. يعني آيات القرآن الكريم فيها أمر، فيها نهي، فيها وعد، فيها وعيد، فيها جنة، فيها نار، فيها أوصاف الله، صفات الله سبحانه وتعالى، فيها أسماء الرب سبحانه وجل في علاه، فيها قصص من سبقنا من الأمم وكيف أنهم لا كرامة لهم على الله ما لم يتشبثوا ويتمسكوا بحبله المتين، وكيف أنه لم يبالي سبحانه وتعالى بإهلاك أمم بأسرها لأنها كفرت بأنعم الله. وكذلك أخذ ربك القرى وهي كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كان شيخنا فضيلة الشيخ محمد زحل رحمة الله عليه أخذناها من فيه في الدرس، كان يقول هكذا ويعقب على هذه الآية، قال لا إله إلا الله، إذا كان هذا أخذه بالقرى فكيف أخذه بالأفراد. يعني عجيب كيف تقرأ القرآن ولا تتأثر بمواعظه، هذا من علامة ضعف الإيمان.
منها أيضا الغفلة عن ذكر الله، والغفلة عن استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى، والغفلة عن إدخال الله عز وجل في حساباتنا اليومية. هذا من مظاهر ضعف الإيمان. ومن مظاهر ضعف الإيمان، لعلنا يعني المظاهر كثيرة نتوقف عند هذه لأنها متعلقة بظرفية نعيشها الآن، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله. عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله. أنا لا أقول لا يغضب الإنسان إذا رأى معصية، والله ما صرنا نحدث الناس عن هذا، وإن كان هذا آخر يعني الخطوط الدفاعية، أن الإنسان يشوف معصية يغضب. أنت كتشوف مثلا، أتقول لي يا كنشوف برنامج وثائقي جميل، لكن في ذاك البرنامج الوثائقي كدوس واحد اللقطة فيها شخص يشرب مثلا الخمر، لعل قلبي كان يتحرك في تلك اللحظة، شخص يعصى الله. كتفرج فريق وثائقي يعني مقارنة العقائد وكذا إلى آخره، فتيبان لك صليب، يبان لك كذا، يبان لك كذا، والقلب لا يتغير. كيف هانية ما عندكش إشكال أنت في هذه المسائل هذه؟ يعني هادشي هادشي وما بقيناش نتكلموا فيه. يسب الله عز وجل علنا في الشارع ولا يغضب، وهذا لا يغضبك؟ لا يغضبك هذا؟ تتبنى دول بمؤسساتها الرسمية سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر فيك هذا؟ ثم يأتي من يقول يعني مع هذا يقول لك الله يعني الإيمان الحمد لله في قلبي بخير وأنا تنحب الله وش تكذب عليا؟ ممكن نقدر نثق بك، لكن شوية نقدر نثق بك، لكنك تكذب على نفسك يا هذا. الإيمان عندك في الحضيض، لا تغضب لحرمات الله. يعني أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ والله المستعان. فهذا من مظاهر، من مظاهر يعني ضعف الإيمان وقلة اليقين. بالنسبة لمن يعني نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، بالنسبة لمن ابتلي بقضية الدعوة إلى الله عز وجل، من مظاهر ضعف الإيمان بالنسبة لهؤلاء حب تصدر المجالس، حب الظهور، الغضب والاضطراب إذا اختير شخص آخر للكلام وصاحبنا في المجلس. يعني مثلا جلس الناس، مثلا الناس في المجلس وهو يتشوف داخليا ينتظر أن ينادى عليه باسمه حتى يتكلم بين الناس، فإن نودي على شخص آخر يعني يغضب ويجزع، فإن قدم غيره في المجلس يغضب ويجزع، فإن قام ببث مثلا مباشر ولا شيء من هذا القبيل وعند الانتهاء من البث نظر فوجد عدد التفاعل ولا عدد المشاركات ولا عدد التعليقات ولا كذا يعني قد نقص منسوبه فيتغير قلبه، هذا علامة واضحة على ضعف الإيمان. إنما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح. ماذا يقصد بالمذابح؟ يقصد بها المحاريب، المحراب الذي يتقدم فيه الرجل للصلاة بالناس. حب الظهور من مظاهر حب الظهور الخفية التي لا ينتبه إليها كثير من الناس. مثلا من يصلي بالناس جزاهم الله عنا خيرا، يتحمل علينا مسؤولية، لكن من ابتلي بالإمامة ويقرأ وصوته حسن وقراءته منضبطة، أنا ما كنقولش لك باش تحكم على الناس، نعاود نذكر حيت هذه خصني دائما نعاود نرجع لها، قلت لك باش تحكم على الناس، أنا كنقول هذا خطابي الآن موجه لهذوك الناس، هما كل واحد يحكم على راسه، إذا كنتي منهم حكم على راسك. وأنت تصلي بالناس صحيح تتقن تلاوتك وتحبر القرآن تحبيرا، وهذا أنت مطالب به، لأن خصك تكون من الأسباب التي تساعد الناس على الخشوع في الصلاة، تؤدي الذي عليك. لكن هل تحب أن تطيل في القراءة فإذا أتيت للركوع والسجود كغتهم وسارعت في الركوع وسارعت في السجود حتى تقوم حتى يستمع الناس إلى قراءتك؟ هذا علامة على حب الظهور. لا أعطي الناس حقها في الركوع وأعطي الناس حقها في السجود، أنا ما كان قلش لك جبدهم تكسر لهم الظهر، وما كان قلش لك عاود تاني سربكهم دغيا باش ينوضوا ما صلى ولا صلى لا والو، غير المهم راه خرجوا وتمزكوا وتمسقوا بيك انت. لا، هذا من علامات حب الظهور. كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من أحب أن يقوم الناس له. المهم يعني كي قلت لكم المظاهر كثيرة،
الشح، البخل، قبض اليد عند الصدقات، الفرح إذا سمع أن أحدا من إخوانه المسلمين قد أصيب بمصيبة، مثلا كيكون هو وتيكون معه واحد آخر يتناوبان مثلا على الدروس واحد المسجد، ثم يسمع أن فلان قد أصيب بمصيبة تمنعه من الحضور لأداء تلك الدروس، فيفرح وينتشي، يقول خلت لي الساحة. هذا كله علامة على ضعف الإيمان وعلى قلة اليقين. نسأل الله العفو والعافية. والوقيعة في المسلمين عدم الاهتمام بقضاياهم. أنا شنو الدين احنا قاع من فلسطين، وشنو الدين احنا قاع من هذا عدم اهتمام بالمسلمين. هذوك اللي في الشين ودبر راسهم اخا الشين وتما، وحنا هنا جبنا عدم اهتمام بالمسلمين، هذا ضعف، الدليل على ضعف الايمان. ولا راه الناس في فلسطين راهم اللي باعوا، هذا عدم، دليل على عدم اهتمام بالمسلمين. اتقوا الله، باعوا ومعوا. اما الاخوه في الدين والمحبه في الله والبغض في الله، هذا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، والله المستعان. طيب، يعني بعجالة إن شاء الله تعالى، ما هي الأسباب التي تؤدي لهذا الأمر؟ ما هي الأسباب المؤدية لهذا الأمر؟ الموضوع قد يأخذ منا شيئا من الوقت، لكن من بعد ممكن أن تسمعوه بشوية بشوية، لكن المهم عندي هو تدوين هذه الأمور والعمل على أنفسنا حتى ننتشلها من هذا الوحل الذي هي فيه. أول سبب، الله عز وجل في سورة الكهف، وهي سورة مكية، كيقول فيها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عاد بجت من وراها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه قرارات كل واحد بحسب القرار الذي يتخذه يتحمل مسؤوليته. الأولين قال لهم: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، والأخرين قال لهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. لكن الأولى بعد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، حتى إذا اتخذت قرارا قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يكون اتخاذك للقرار اتخاذا صائبا مبنيا على أرضية صلبة من الإيمان. إذن من بين الأسباب لضعف الإيمان ترك هذه الصحبة، التفريط في صحبة الإيمان. الصحبة اللي أنت معها، الصحبة ماذا؟ سواء الصحبة في الواقع ولا الصحبة الافتراضية، وكاين اللي كتأثر فيه الصحبة الافتراضية أكثر من صحبة الواقع. ما انظر إلى، ارجع إلى 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 لائحة أصدقائي، هي مكونة من من؟ أكثر الناس تتفاعل معهم ويتفاعلون معك في الفيسبوك من هم؟ أغلب المجموعات التي أنت منخرط فيها في الواتساب ولا في الفيسبوك من هم؟ أغلب الصفحات اللي أنت دير لها مثلا إعجاب وكذا ومتابعة، صفحات لمن؟ وربما الأغلبية يلاحظون أني يعني أكثر من ذكر الفيسبوك والواتساب، أغفل ربما الإنستغرام لأن هذا ما عندي فيه حساب ولا أدخله ولا أدري ما نوعية المخلوقات الفضائية اللي منخرطة فيه، ما لا أدري يعني ما يعني عندي فكرة، لكن الداخل تسأل نفسك، تدخل الانستغرام وتدير متابعات، تتابع من؟ إذا من بين الأسباب، أحد الشباب وحد المرات يعني وجدته قرب باب البيت، هذا طلعت عندي أستاذ ياسين كذا إلى آخره، عندي واحد المشكل، كان مدمن على واحد العادة إباحية قبيحة، نسأل الله أن يكون الآن قد عافاه الله عز وجل منها وأن يعافي جميع أولاد المسلمين. فقال لي كذا كذا، قلت له المهم كاين واحد المجموعه، يعني واحد الصفحه طيبه ودارين واحد المجموعه، ويعني فيهم ناس متخصصين يرافقون الناس عبر الفيسبوك كذا ببرامج توعويه وبرامج عمليه للاقلاع عن هذه العاده. يعني ما عنديش اشكال، كل ما فيه خير يعني اقوله وانشره. مجموعه بالنسبه للرجال، مجموعه واعي، من الوعي، الواو الف عين ياء، مجموعه واعي للرجال، وصفحه واعي، صفحة واعرة فيها قرابة يعني 3 مليون يعني ديال المنخرطين والمتابعين، والحمد لله، وفيها بشائر، في كل مرة الناس كيجيو يطلعوا يلقاو بشائر، يعني أمضيت مثلا 3 أشهر من دون ممارسة العادة السرية، أمضيت 3 أشهر من دون النظر للأفلام الإباحية وكذا، وعندهم برامج يعني في هذا الباب.
هذا الشاب محل شاهد، وهذا الشاب اللي جاء عندي قال لي راه الاشكال اللي عندي وكذا. قلت له طيب الهاتف عندك مشحون على الانترنت وكذا؟ قال لي اييه. قلت لي افتح لي الفيسبوك، افتح الفيسبوك باش ادخل له المجموعه مباشره ونطلع انا في حالتي البيت. فلقيت اللي افتح لي الفيسبوك، يلاه دخلت غادي نكتب ليه يعني المجموعه وكذا. فاذا في ذاك ما عرفتش اش كيتسموا بالعربيه الستوريز اللي كاينين الفوق، على الاقل ما وقعت عليه وقعت عليه عيني واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الفتيات. باش نقول لكم، انا جلست نقول لكم كيفاش دايرين، ما الله يسترهم والهلي 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 عرينا. قلت لي يا بني، قلت لي انا نعطيك المجموعة وكذا. قلت لي بالله عليك، قلت لي اذا كان هذا اول ما وقعت عليه عيني انا غير حليتك. قلت لي انت يوميا تدخل، قلت لي يوميا تدخل تطل، اول ما كتشوف نساء عرايا، كنقول عرايا غير شيء، المهم فهمتين يعني فهمتوني. وأون كتدخل تطل كتلقى نساء كاسيات عاريات. قلت لها ماشي غتكون مدمن انت افلام اباحيات، الله يعلم ربما تعيش مع البهائم انت في شي بلاصه لا بقيتي كتشوف هذا العجب هذا. على الاقل تنظف صاحبي يا اخي، نظف الحق البصري ديالك من هذا الامور، تخرج تحيد المتابعه على هذه الصفحات، حيد المتابعه، خرج الا لقيتي راسك والو مشيتي لاخر يا اخي، حيد عليك انت هذا الفيسبوك هذا جيبك كاع حتى تضبط ايمانك، وديك الساعه بشويه بشويه تبدا ترجع، ولا خير في الرجوع الى ما يعني يبعدك عن 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 عن, عن رحمه الله سبحانه وتعالى. اذا من الاسباب الاولى والاسباب الرئيسيه الابتعاد عن صحبه الايمان وعن مجالس الخير ومجالس الايمان. قد يقول قائل وحنا دابا في زمن الكورونا والتدابير الصحيه وما كاينش دروس، كاين غير خطبه الجمعه هي اللي كاينه وكذا، نقول لك ملي كتبغي انت يا النشاط والدوران والتحرميات تجد لها صحبه وتجد لها اماكن وتجد لها مجالس، ملي كتبغي تدخل المصيب الكحله تجد لها مجموعات. اذا اجعل لك نصيبا في هذه المجموعات لصحبه ايمان، وهذا ان شاء الله تعالى يكون الكلام عنه بعد قليل. من بين الاسباب ترك القدوات الصالحه ومتابعه القدوات الفاسده. أنا ما نقول لك العيب القدوة فاسدة في هذا المجال وفي هذا المجال وفي هذا المجال، قدوة فاسدة أي الذي إذا اتبعته جعلك من أهل الغفلة عن ذكر الله، صافي اعبرها بحالك. قدوة الفاسدة هو الذي إن اتبعته ابتعدت عن طريق الله سبحانه وتعالى. وشوف أنت كل تعرف قياس براد، وكما نقول احنا المغارب يعني كتعرف راسك واش أنت غادي متبع الطريق، يعني هل هذا الذي تتبعه هل تتعلم منه علما نافعا، هل ينفعك في دينك، هل ينفعك في أمور دنياك على الأقل، هل تستقيم به حياتك الأسرية أم لا يزيدك من الله إلا بعدا، ولا يزيدك في حياتك إلا ضنكا، ولا يزيدك في استقامتك إلا عن استقامتك إلا اعوجاجا. الله عز وجل جعلنا أفضل قدوة أكمل قدوة، وما جعلنا قدوة غيرها. حتى الناس اللي كيقول لك العيب تاعك كنت تبع ذاك العالم ولا ذاك الداعية، والله العظيم هذا قدوة بالنسبة لي، لا خطأ، هذاك الداعية أفضل أقصى أسمى ما يمكن أن يصل إليه أن يدلك على القدوة الصالحة اللي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة على القراءة الأخرى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغه الله سبحانه وتعالى درجة الكمال البشري، ما من مجال تحب أن تقتدي فيه بأحد إلا وبلغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجال الكمال خلاص. فتنظر في قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعني أن الناس، يعني الناس عبارة عن معالم، المعالم على طريق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلو بقيتي كتشوف غير المسائل السلبية راه غادي تلقى غير السلبيات، بديتي كتنبش من ديك المسائل السلبية بعض القدوات أو بعض المعالم الصالحة، فستكون الأمور إن شاء الله تعالى بخير وعلى خير. مثلا الناس تسأل، يعني إحدى المرات شخص، أنا كنت غادي داخل المسجد لصلاة، أذكر لصلاة الظهر، واحد أشخاص يسألوني قال لي أودي أريد أن أزوج ابنتي. قلت لي الله يتقبل مزيان، قال لي تقدم إليها شخص، قال لي خير مزيان أنا أنتظر يعني سؤال، يعني من شنو السؤال؟ قال لي أودي شخص لا أعرفه، قال لي أودي غير، قال لي يعني ماشي مشكل داك اللي تقدم لها نصراني.
احنا المغاربه تاريخ، يعني مش نقول ثقافيا ان صح التعبير، احنا الناس العروبيه النصراني نقصد بها الفرنسي، لان علاقتنا بالاستعمار هي من الاستعمار وكذا، فكان اجدادنا بالنسبه لهم النصراني والفرنساوي، خصوصا المنطقه الداخليه، الاخرين كان عندهم الشمال كان عندهم الاستعمار الاسباني والجنوب كذلك، لكن منطقه الوسط اغلب الناس كانوا تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكانوا يعني كانوا نصارى، فبالنسبه لنا الفرنسي نصراني شيء واحد. فاردت ان استوثق فقلت له: النصراني هل تقصد بذلك رجل فرنسي لكنه مسلم ديانه؟ قال: لا لا لا، هو ليس حتى فرنسيا، انما هو النصراني. قلت: يا سيدي النصراني هذا كافر. فقال لي: زعما يؤمنون بالله؟ قلت له: أينسبون له الولد؟ أهذا إيمان؟ يدعون فيه النقص؟ أهذا إيمان؟ يكفرون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بشر بها عيسى عليه السلام؟ أهذا إيمان؟ عن أي إيمان تتحدث؟ النصراني كافر؟ عجيب هذا الأمر. هذا الرجل لما سأل كأنه فقط يريد فقط تزكية لكلامه، يعني ما جاء يسأل مستفهما، وكأن سؤاله كان سؤالا استنكاريا. قال: يعني يتقدم لي الرجل ونصراني ماشي مشكل. قلت له: أم المشاكل هذا، تعطي ابنتك لكافر؟ فقال لي: ودي ولكن زعما المسلم ممكن يتزوج بكتابية. قلت له: أنا ما ندخلش معاك في الشروط ديال الكتابية، خصها تكون محصنة يعني عفيفة وكتابية ممارسة للطقوس وكذا وكذا، ما ندخلش معاك في الأمور. قلت له: أقول لك كلمة واحدة. قلت له: نحن نؤمن بعيسى فنتزوج من بناتهم، إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم زوجناهم ببناتنا. صافي خلاص. نحن نؤمن بعيسى نتزوج من بناتهم، إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم زوجناهم ببناتنا. خلاص. يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين، ويؤمن بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتولة وروح منه. يؤمن بهذا، وأن الأنبياء جميعا إخوات لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يؤمن بهذا نزوجه من بناتنا، لا يؤمن بهذا لا زواج له عندنا. خلاص. إذن ما سبب، أين ضعف الإيمان عند هذا الشخص؟ ضعف الإيمان عنده في أنه لا يتعلم أمور دينه، ومن أسباب ضعف الإيمان العزوف عن تعلم طلب العلم الشرعي. لما نقول لطالب العلم الشرعي أن تصير عالما في كل الفنون، لا، أن تتعلم من العلوم الشرعية ما يستقيم به دينك، وعلى رأسها علم التوحيد والعقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ماذا تعرف أنت عن الأصول الإيمان الست؟ أصول الإيمان الستة هذه ماذا تعرف عنها؟ الصلاة، كيف تستقيم صلاتك؟ ولا تستقيم صلاة إلا بطهارة. طيب كيف يستقيم وضوءك؟ إنسان كتلقاه يعرف العجب العجاب، يحدثك عن نشأة الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي، فإذا سألته كيف يرقع ثقب صلاته إذا انخرمت بح. فالعزوف عن طلب العلم الشرعي هذا من أسباب ضعف الإيمان، والله من أسباب ضعف الإيمان. طيب، من بين أسباب ضعف الإيمان أيضا قضية عدم هجران أماكن المعصية. يقول لك السيد: هنا تبت إلى الله. جميل، فهمنا. يقول لك: هنا تبت إلى الله، مزيان، لكن راه باقي يقيم على مكان المعصية، لأن التوبة، لما ما نطولوا فيها، ولكن التوبة ملي كنقولوا الإقلاع عن المعصية، ذكر علماؤنا يعني هجرة المعصية، الإقلاع هو هجرة المعصية. فقالوا في هجرة المعصية، قالوا: يهجر المعصية، أي في حد ذاتها الفعل يهجره، سواء كان زنا، كان قمار، كان خمرا، كان يهجر المعصية، ويهجر العصاة، يعني يهجر الأشخاص الذين كان يرتكب معهم المعصية، الصحبة اللي تكلمنا عنها، ويهجر مكان المعصية. إنسان مثلا أراد أن يتوقف عن التدخين، لكنه يوميا لازال مع صحبته المدخنة
ينزل معهم إلى المقهى الذي يكثر فيه التدخين. متى تريد أن تقلع عن التدخين وأنت لازلت في المكان؟ إذا من أسباب ضعف الإيمان بقاء المسلم في المكان الذي يعج بالمعاصي. لما كنتكلموش على المعاصي العارضة التي قد تعرض له، لا، يذهب إلى المكان التي أوساط فيها اختلاط محرم، أوساط فيها معاصي، أوساط فيها غناء وموسيقى محرمة، أوساط فيها يعني تدخين، خمور، قمار. فهذه لا تذكره إلا بالمعاصي، بل علماؤنا يحثون حتى على هجران الأماكن التي يكثر فيها الكلام عن الدنيا حتى ولو بالمباح. قال لك لأن هذه أمور تذكرك بالدنيا فقط، والإنسان عليه أن يوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. من أسباب ضعف اليقين وقلة منسوب الإيمان يعني الانشغال بالأمور اليومية. الأمور اليومية، شوف، الأمور اليومية لا تنتهي. الشغل، الزوج أو الشغل والزوجة، الأولاد، الأسرة، العائلة، الجيران، مشاكل، صداع، سير، جي، طلع، هبط. الله، هذا يقسي القلب ويضعف الإيمان. داكشي علاش النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أوقات خلوات وأوقات طاعة، أوقات ذكر، أوقات تفكر، أوقات تأمل، إلى غير ذلك من الأمور. من بين أسباب، طبعا هذا يعني لا نحتاج أن نذكر الناس بقضية التوازن. الله يسمعك ويقول لك وأنت بغيت تطردنا لدوك الثلاثة الذين قالوا وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. لا، احنا طبعا هذا مفهوم من أصول كلامنا، إلى غير ذلك أن نحن لا نقصد هذا الأمر. من بين أسباب ضعف الإيمان طول الأمل. طول الأمل، الله عز وجل قال لك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. لأن يعني طول الأمل، إنسان غادي ندير كذا في هذه وندير كذا في هذه وندير كذا في هذه وندير كذا في هذه، فين يا أخي غادي دير هذا الشيء كله؟ رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه أنه أخذ حجرين فرمى الأول قريبا منه، ثم أخذ الحجر الثاني ورماه بعيدا، وقال أما الحجر الأول فهذا أجل الإنسان، وأما الحجر الثاني فذاك أمله. كان عندنا الحديث اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط خطا، يعني إطار، قال هذا أجل الإنسان، ثم قال خط خطا خارجا من ذلك الإطار، قال وهذا أمله. قال فبينما هو يعني يتبع أمله إذ يأتيه أجله. فكثرة طول الأمل وعدم ذكر الموت هذا مما يضعف الإيمان. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أخوف ما أخاف عليكم، هذا سيدنا علي يتكلم، قال إنما أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. ثم بين رضي الله عنه قال فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. يعني الإنسان إذا اتخذ إله هواه إلها يعني يوجيه بالأدلة ديال الدنيا والآخرة لا يقبل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هل اللي كندوي عليه حنا ديال ضعف الإيمان، والنصوص في هذا متوافرة متضافرة. ويعني ذكر علماؤنا أشياء كثيرة، قالوا مثلا الإفراط في مجموعة من الأمور، يقول لك الفضول في أربعة: فضول الطعام هذه مما يقسي القلب، فضول الكلام مما يقسي القلب، فضول النوم مما يقسي القلب. يعني فضول الطعام، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الخلطة، كثرة المخلطة، هذا مما يقسي القلب. فقد ترد علينا غير الأسئلة عندما تكثر، والله القلب يقسو، فما بالك بكثرة خلطة الناس بالإفراط. احنا كنتكلم على الإفراط، بإفراط هذا يبلد الذهن ويعني ويقسي القلب ويبعد عن طاعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا نمر إن شاء الله تعالى إلى بعض الوسائل التي يستعين بها كل منا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يعني جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يقول من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه أو ما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص.
وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، منين تجيه النزغات ديال الشيطان. هذا ذكره فيما يتعلق بالفقه، يعني ماشي الفقه ديال الأحكام التكليفية، وإنما الفقه المقصود به يعني معرفة ما يزكو به القلب. فاللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. فقلت أن من أسباب، أو عفوا، أن من الوسائل التي يمكن للمسلم أن يجتهد لمعالجة إيمانه، ابتداء ما افتتحنا به المجلس، أول تدبر آيات الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أسباب معالجة أمراض القلب تدبر آيات الله سبحانه وتعالى، التأمل فيها، تكرارها، ملاحظتها، الغوص في معانيها، قراءة تفاسير المسلمين المعتمدة. دعك من الأفاكين الذين خرجوا علينا يريدون أن يبدلوا دين الله عز وجل. أشخاص يكفي أن ينظر المسلم أنهم أتوا بشيء ما ذكر طيلة 15 قرنا، أطيلة 15 قرنا كانت الأمة في ضلال، حتى جاءها من يدعون تفسير القرآن الكريم بما لم ينزل الله به سلطانا، شيئا من الفقه أيها المسلمون يرحمكم الله، شيء من العقل. دعك من المناقشات والشبهات والرد على الشبهات والرد على الرد على الشبهات وقعد المتاهات كلها. الرد على الشبهات هذه لها أهلها، أهل العلم ينبرون لها، طلبة العلم المجدون والعلماء الربانيون ينبرون لهذه الشبهات فيردون عليها بعلم. دعك مني ومنك، نأخذ غير أنا وأنت، دعك من نحن لن ننبري لهذا الأمر، نحن لسنا له بأهل، لكن أنا وأنت يكفينا مسكة من عقل ننظر بها ونقول كيف أن أشخاصا يدعون أن الأمة بقيت على ضلالها منذ 15 قرنا ولم يفقه أحد تفسير القرآن كما ينبغي، حتى جاء هؤلاء الأفاكون يريدون أن يفسروا لنا القرآن بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. فطاحلة اللغة وأرباب العلوم لم يفقهوا شيئا في القرآن، حتى جئتم يا من لا تحسنون قراءة الفاتحة دون خطأ لتبينوا للناس دينهم وتشرحوا لهم القرآن الكريم وتعبروا لهم عن مراد الله من كتابه دون الرجوع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وإلى سلف الأمة المباركين. يعني عن أي منطق يتحدث هؤلاء؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن أسباب العلاج ووسائل العلاج عفوا تدبر آيات الله عز وجل. يصعب تدبر الآيات دون فهم، يعسر التدبر دون فهم. كيف تتدبر وأنت لم تفهم؟ وكيف تفهم القرآن وأنت لم ترجع إلى التفاسير المعتمدة التي ألفها أرباب اللغة، صنفها أرباب اللغة وأساتذة العلوم ممن سبقنا من أهل الخير والصلاح. يقول الحق سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في صدورهم كما هو شفاء لما في أبدانهم، لكن شفاء لما في قلوبهم، لأن هذا هو الأمر الذي يهمنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أقوم في كل شيء، وعلى رأسها إلى الصراط المستقيم، التي هي أقوم. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما يجعلنا ويكون من أهل الهدى ومن أهل التقوى. يعني الكلام عن تدبر القرآن يطول، الكلام عن تدبر القرآن يطول. يعني مثلا يعني لمن أراد أن يقرأ شيئا في هذا الباب يعني دونه كتاب
أول مرة أتدبر القرآن. بنشوف عن الشيخ الكندري، أول مرة أتدبر القرآن. كان أيضا هناك كتاب رقائق القرآن لإبراهيم السكران رضي الله عنه، رقائق القرآن. كان عندك كتاب مجالس القرآن بأجزائه الثلاثة للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. ولو بغيتي السلسلة لكن راه تلقاها على اليوتيوب، يمكن تحميلها تم بعض المواقع طريق الإسلام وكذا، للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، ديال الأصول والذكر في القرآن الكريم. يعني كاين الخير ديال التدبر، كاين الكتاب ديال القرآن تدبر وعمل. فهذه كلها كتب ديال من أراد التدبر. أما التفاسير راكم تعرفونها، فضل الله سبحانه وتعالى. يتدرب الإنسان على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك. المسألة الأخرى يعني، وهذه يعني وحدة تصب في الثانية، والثانية في الثالثة وهكذا. بالله يتدبر الإنسان القرآن الكريم يقف على استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه وتعالى بصفات كماله ونعوت جلاله، كيف يغدق العطاء، وكيف سبحانه وتعالى أنه هو رب هذا الكون، وكيف أنه يرزق من يشاء بغير حساب، وكيف أنه أيد أنبياءه بالمعجزات، وكيف أنه محق أهل الكفر بالعذاب، وكيف أنه سبحانه وتعالى هو القائم على هذا الكون، فكيف يعجزه طلبك وأنت جرم صغير؟ يعني كيف أنه سبحانه وتعالى يرزق من يعاديه، وكيف وتخشى أنت على رزقك يا من توليه؟ كيف أنه حلم بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف تكون رحمته بك وأنت تقول له سبحان ربي الأعلى؟ يعني تنظر في كلام الله سبحانه وتعالى فتستشعر عظمة الله عز وجل. وأفضل باب يدخل من خلاله على الله سبحانه وتعالى استشعارا لعظمته وباب أسمائه وصفاته. وهنا يمكن أن يستعين العبد ببعض الكتب التي تقربه من معاني الأسماء والصفات في القرآن على معتقد سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي الله عنهم. مثلا دونكم كتاب فقه أسماء الله الحسنى، فقه أسماء الله الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدر، عبد الرزاق البدر حفظه الله ونفعه ونفع به. فإذا يعني قمتم بهذه الجولة المباركة في أسماء الله وصفاته تأصيلا وتربية، يمكنكم المرور إلى الكتاب الآخر، مثلا كتاب علي بن جابر الفيفي حفظه الله، هو كتاب لأنك الله، جولة إيمانية رائعة في رحاب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يعني الإنسان، يعني أنت درت التأصيل العلمي التربوي في نفس الوقت بالكتاب الأول، ودرت التزكية التربوية الروحانية لقلبك بالكتاب الثاني، وهكذا. وكل هذا إنما هو كما ذكرت هي معالم يعني تنهض قلبك لمحبة الله، فترجع إلى القرآن الكريم مزودا بزاد العلم، فإذا تدبرته أفاض عليك كلام الله من الخيرات، بعد ذلك تغوص فتزداد إيمانا وهكذا. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فلما أوتينا القرآن ازددنا به إيمانا. من بين الأسباب التي تذكر في باب علاج، كما ذكرت في باب علاج ضعف الإيمان وقلة اليقين ونقص في الاعتزاز بالدين، من بين هذه الوسائل طلب العلم الشرعي. يعني الإنسان يتعلم كل شيء حتى إذا أتى إلى العلوم الشرعية زهد فيها، يتعلم توحيده لربه سبحانه وتعالى، يضبط أصول العقيدة، ليس كما ذكرت لي يتفنن في تفريعاتها كلها. ما كنتكلمش على طلبة العلم، طلبة العلم هذو لا يحتاجون إلى نصائحية وخدامين على ريوسهم، أنا كنت أتكلم على شخص عامي مثلي مثلكم، نجتهد لمعرفة الله سبحانه وتعالى حتى ندخل عليه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. فطلب العلم الشرعي يتفقه الإنسان في دينه، يتفقه في أمور طهارته، في أمور صلاته، في أمور عباداته، إن كان من أهل الأموال يتفقه في أمور زكاته، إن كان وليدا يقدم على تجارة يتفقه في أمور تجارته، يسأل أهل العلم. مثلا دابا ولات كتكثر هادشي ديال التجارة الإلكترونية، هادشي ديال دروب شيبينغ، هادشي مثلا ديال
البيع والشراء عبر النت. فهذا يسأل فيه أهل العلم، لا يسأل فيه واحد مثلي، لكن يسأل فيه أهل العلم الراسخين المتمكنين الضابطين لأصول الدين، والذين لديهم اطلاع على هذه الأمور الجديدة، فيجتهد في سؤالهم، فيحيلونه إما على مراجع يطلع عليها، إما يفتونه مباشرة، لكن يتعلم أمور دينه. الإنسان احتاج يدير الحاجة وتاك يوقع اللي وقع، على باش كيجيك يقول لك حق لقى لي حل. ما لقى لك حل، انا مالي، راه انت اللي درتها. لقى لك حل، اقول لك تب الى الله، لكن انسان يكون دخل المال وكذا، يصعب الامر. فالانسان يسال قبل ذلك. بغيت تتزوج، تسال عن فقه الزواج. انسان يسال عن فقه الزواج وعن فقه الطلاق قبل ان يقدم على الزواج، باش يعرف راسه شنو تيدير. فهذه امور لا بد من تعلمها. فطلب العلم الشرعي يعني هذا من وسائل زيادة الإيمان. ثم كما ذكرنا أن التفريط في حلق الذكر ومجالس العلم من أسباب ضعف الإيمان، فنقيضه هو الذي يأتي بخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ألا وهو ملازمة مجالس الذكر. فإن لم يكن ببلدك مجالس ذكر، اجعل لك مجلس ذكر. الفتية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف لم يجدوا في مجتمعهم مكانا يعني يذكرهم بالله، فقال لهم الحق سبحانه وتعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لما احنا كنت كنتكلم عن التدبر، لما تدبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في سورة الكهف، بعدها أذن لأصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة. فأووا إلى الكهف، أين كهفك أنت؟ وأين كهفك أنت؟ اجعلوا لأنفسكم كهوفا تأوون إليها. حال الفتن، مجالس تتذاكرون فيها مع أحبتكم، تتذاكرون فيها القرآن، وتستمعون فيها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتهدون. ليس بالضرورة أن يكون معكم مثلا عالم أو طالب علم أو شيء من هذا القبيل. الله يجعله ما يكون غير مجلس نقرأ فيه القرآن فقط، لأن نقرأ فيه القرآن ونشرب كاس الماء ونشوف حالاتنا، صافي الله يسخر، ونلتقي في الأسبوع الذي يليه، ولا في اليوم الذي يليه، ولو شوف الوتيرة اللي نقدروا نمشيو بها احنا، ربما الشهر الذي يليه. المهم إن تيسر مثلا شي مرة يكون مثلا معنا شي شخص اللي كيضبط شوية القراءة يعني يعلمنا وكذا، خير وبركة، إن لم نجد فنحن نقرأ القرآن. المهم أن ينظر الله إلينا وقد أتيناه نسأله أن يحمينا من هذه الفتن، والله عز وجل ييسر هذه الأمور ويبارك فيها. الأخوات كذلك، على الاقل لما كانش مجلس واقعي يكون مجلس افتراضي. دابا ولا هادشي ديال هاد العجب هذا، دابا حنا اللي كان الوسائط التي نتحدث من خلالها، ستريم يارد ولا الزوم ولا الميت ولا الواتساب ولا شيء من هذا القبيل، عوضا تستعمل في الحرام وفي الملاهي تستعمل في الخير. ويستشعر الانسان حلاوه مجالس الذكر، وكيف انه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: ولما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الآخر: ولا يعني يا رب إن فلان فيهم فلانا لم يأتي إلا لحاجة، يقول الله سبحانه وتعالى: وله غفرت، أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيستحضر هذه الفضائل، وعلى قدر ما يستطيع العبد من فعل الأعمال الصالحة فليفعل. أعمال الصالحة كلها بابها مشرع مفتوح، عندك الصيام، عندك الصدقة، عندك الصلاة، عندك التطوع في أعمال البر، يعني كين صلة الرحم، بر الوالدين، إحسان إلى الجيران، إكرام الضيوف، إطعام الناس، يعني الخير موجود. يعني ما من يعني لا يدري العبد من اي الابواب يدخل على الله عز وجل وهو راض عنه. يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام: شكر الله لرجل ازال غصن شوك من الطريق لا يؤذي المسلمين ثم نحاه، قال: فشكر الله له فغفر له. رجل يعني ينزل الى البئر لا يجد الا حذاءه يملاه ماء، فياتي به كلبا يعني عاطشا، فاذا به الله عز وجل يشكر له ويغفر له. بغي من بغايا بني إسرائيل تقربت إلى الله بذلك العمل، إذ سقت كلما فغفر الله لها. يعني لا يدري العبد ما الحسنة التي تكون هي التي تنجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الأعمال الصالحة،
وقد يكون لنا حقوق، قد يكون علينا حقوق لعباد الله عز وجل علينا لا ندري كيف نؤديها. فعلى الأقل يكثر الإنسان من العمل الصالح حتى إذا جاء صاحب الحق غدا يوم القيامة وجدنا عندنا من الحسنات ما يمكن أن نرضيه به ولا ننكب على وجوهنا في النار. نسأل الله العافية. والأعمال الصالحة كما ذكرت يعني الإنسان يجتهد في المصارعة إليها، يجتهد في المصارعة إليها، لأن لا يدري أيدركه أجله أم يطول به أمله، ويبقى على لا يفعلها ويتوقف. أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه الصحبة اللي تكلمنا عليها قبل هي التي تساعد على التنافس في أعمال البر. أما لك أنت بوحدك كيف، مع من تتنافس؟ مع نفسك، كيف تتنافس مع نفسك وهي ضعيفة الإيمان أصلا؟ طبعا من الأمور التي قد، من الفخاخ التي قد يستدرجنا فيها الشيطان وهي فخ الملل. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا مجموعة من العبادات المتنوعة. اليوم احنا في هذه العبادة، غدا احنا في الطاعة، غدا نجتهدوا في هذه وغدا في هذه، نداوم على العبادات، بدينا كنحسوا بالملل ندوزوا لعبادة أخرى. الفرائض ما كنناقشهاش، الفرائض ما كنناقشهاش، ما كنناقش الفرائض، أنا كنناقش الأعمال الصالحة ديال التطوع وهكذا. تعليق القلب بالله، هذه مهمة، هذه المسألة هذه أهم، أن يعلق العبد قلبه بالله خوفا ورجاء. يعني لا يخاف لدرجة أن يقنط من رحمة الله، لكن في نفس الوقت لا يرجو لدرجة أن لا يبالي بعذاب الله عز وجل. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله كالطير بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، ورأس الطائر المحبة، حب الله، ذكرناها معرفة عظمة الله وكذا إلى آخره، والسير إلى الله بالخوف، بالخوف والرجاء. من اللي يشوف راسه مثلا ربدته يطرخى يتذكر الذنوب والمعاصي والنار وكذا إلى آخره، فيخاف فيستنهض نفسه للعمل. من اللي لقى راسه بدأ يعمل إلى آخره وبان اللي راه الخوف دياله سيقنطه من الرحمة، يفتح باب الرجاء ويقول له إن شاء الله تعالى نظن بالله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وكذا. فإن رأى أنه بلغ في الرجاء درجة تثبطه عن العمل يلهب ظهره بسياط الخوف ويسير هكذا بتوازن إلى الحق سبحانه وتعالى. ويخرج من بين الأسباب هضم النفس أمام الآخرين حتى نعالج السبب الذي سبق ديال ضعف الإيمان اللي هو حب التصدر وحب الظهور. إذا خرجت من بيتك فلا يقع نظرك على شخص إلا ظننت أنه أفضل منك عند الله. احنا ما وصلناش للمجلس اللي غادي تدخل وتجلس فيه وتبدا تهضر، خرجتي للزنقة، ركبتي في الحافلة، الحافلة في واحد 55 واحد. لا يقع نظرك على شخص إلا قلت في نفسك لعله عند الله أفضل مني. أقول لي واحد، هو واحد مثلا يدخن، واحد يدخن المخدرات، ولا واحد يشرب الخمر، لا، المعصية معصية، هذاك الشخص في تلك اللحظة راه في معصية وهو يبارز الله عز وجل بالمعصية وهو آثم. لكن في علاقته بالله، أنا المعصية أنا صافي فضيت منها ما كنناقشهاش، لكن في علاقته بالله فقد يكون له شيء بينه وبين الله يجعله أفضل مني. هو ماشي بديك المعصية هو أفضل مني، لا، أنا الحمد لله عافاني الله وهو مبتلى، وأنا بيني وبينه بين العافية والابتلاء أنا أفضل منه ولله المنة والفضل، لكن هناك أمورا تخفى علي قد تجعل منه أفضل مني. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البغي من بغايا بني إسرائيل، هذه كانت تتاجر بعرضها، رق قلبها لذلك الكلب فسقته في أعين الناس. هي أشنو؟ واش شي واحد مشى عند الناس وقال لهم صافي وطبع لها العلامة هنا وقال لها هذه غفر الله؟ أبدا، في أعين الناس اللي كانوا تعرفوها قبل راه هي بغي، والناس ينكرون البغاء ولا يقبلونه ويحمدون الله أنه عافاهم من هذه الآفة، لكن في سريرتها ربما هي عند الله أفضل من غيرها. فهمنا؟ غير باش نوازنوا هذه المعادلة هذه، ما تبقاش طرحة لنا إشكال، ما تبقاش هذه المعادلة طرحة لنا إشكال. يقول لك لا، هذيك الأخت المتبرجة ربما هي عند الله أفضل، ممكن أن تكون عند الله أفضل،
مني، لكن تبرجها معصية لا يرضاها الله. باش نكونوا واضحين، هي معصية لا يرضاها الله، وكذلك المدخن، وكذلك كذا، وكذلك كذا، وقس على ذلك. أنت من اللي تخرج تظن أن الناس جميعا أفضل منك، فتهضم حقك وتلزم نفسك مكانها الحقيقي، أنها أمارة بالسوء، وأنها عورة، وأنها يعني نقص، وأنها ذنب، فتسكتها. إن أتيت مجلسا حتى ولو كنت قد اتفقت مع أهل ذلك المجلس أنك أنت من ستلقي الكلمة، فإن أتيت المجلس ووجدت أن شخصا آخر هو الذي أشير إليه بالكلام، فاحمد الله الذي عافاك من هذا الابتلاء. خلاص، هذا إن شاء الله تعالى يقوي إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا الاجتهاد والمداومة على الطاعات والعبادات، فالإنسان أيضا يجتهد في تنويع العبادات كما ذكرنا، حتى لا تتسرب إليه السآمة والملل. الإنسان مثلا يستحضر الخوف من سوء الخاتمة. كان الصالحون يقولون عن سوء الخاتمة، قال هذا مما يقض مضاجع الصالحين. كيقول لك الصالحين ما يديهمش النعاس، علاش؟ قال لك خوفا من سوء الخاتمة، خوفا من سوء الخاف، يقول لك تل آخر لحظة ويسلب منه الإيمان. سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي لما مرض مرضا شديدا، قيل له أتخشى الذنوب؟ فأخذ يعني قيل عود أو يعني حفلة من تبن وشيء من هذا القبيل، ومشي حاجة كانت تفيده، قال والله إنها لأهون في عيني من هذا، يعني الذنوب، لكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الخاتمة، أو كما قال رحمه الله ورضي الله عنه. إذن الخوف من سوء الإنسان، احنا دابا خصوصا في هذا الزمن، زمن موت الفجأة بامتياز، يعني بالله عليكم، أليست أكثر جملة كررناها في سنة 2020؟ أليست أكثر جملة كررناها ونحن نقرأ في الفيسبوك هي جملة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بالله عليكم، أليست هي هذه يعني إذا كان شي حاجة مثلا البوكس أوفيس ديال الكلمات التي تم تكريرها أو تكرارها عفوا خلال هذه السنة، هي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، من كثرة الموت الذي شهدناه. وأنت ما على بالكش، عندك الدنيا هانية ماشي مشكل. والله الصالحون فيما تقرأ هذيك يقول اليوم كتبت عن فلان، ولربما غدا تكتب عني، غدا تكتب عليا أنا هذيك إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا دابا نيت معكم دابا على البث المباشر، الله أعلم، إن أصبحنا أن نصبح من أهل الدنيا من أهل الآخرة. صلى الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. فإنسان يتذكر الخاتمة ويخشى على نفسه سوءها، رأى الصحابي قاتل في صفوف المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي قال لي يا رسول الله فلان أبلى البلاء الحسن وفعل كيت وكيت، قال هو في النار. الصحابي تخلع من اللي قال له نتبعوا نشوف خذا، فوجده لما أثخنته الجراح لم يستطع الصبر، فوضع ذبابة السيف بين ثدييه، ووضع يعني المقبض السيف على الأرض، وهوى بجسده على السيف حتى اخترقه السيف، فباللغة الدارجة باللغة الحادثة دي نحن نقول انتحر، فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل يركض للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول، أشهد أنك لرسول الله، أشهد أنك لرسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت لنا آنفا، فقد تتبعته فإذا به يفعل كيت وكيت وكيت، يعني انتحر، فهو في النار. ها هو في الجهاد وكذا، لكن سوء الخاتمة، الله أعلم، ربما خرج رياء أو خرج حمية فختم له بخاتمة السوء. من الوسائل التي تعالج ضعف الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. وذكر الموت يردع عن المعاصي ويرد عن الخطايا ويرجع بالمسلم إلى حياض الطاعة وحياض الشريعة. علاش؟ لأنه يرى أنه إذا مات فقد فتح الباب الذي يدخل منه على الله سبحانه وتعالى. فيحب المسلم، لأن أحد الصالحين لما سأله أحد الخلفاء قال له ما بالنا يا فلان، قال له ما بالنا لعله أبو حازم أحد رواة البخاري، كان رجلا ربانيا عالما واعظا رحمة الله عليه،
وسأله الخليفة الذي استدعاه إلى بلاطه وقال له يعني ما بالنا نكره الموت ومثلك يا فلان مثلك يحبها؟ قال لأننا عمرنا دنيانا، قال لأننا عمرنا آخرتنا وما اهتممنا بخراب دنيانا. قال لي أما أنتم فقد عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والإنسان مجبول على حب الانتقال من دار الخراب إلى دار العمار، والإنسان مجبول على بغض الانتقال من دار العمار إلى دار الخراب. فلما خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم صار الموت الذي هو يعني باب الانتقال من الدنيا إلى الآخرة صرتم تكرهونه، لأنه يذكركم بأنكم ستنتقلون من دار العمار إلى دار الخراب. والمسلم، هذا طبعا باب الموعظة، وإلا رأى المسلم مأمور بأن يعمر دنياه وآخرته، وإن صح التعبير أن يعمر آخرته بدنياه. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بطلب منكم أن تعمروا الأرض، لكن نعمرها بما نجده يعني يرجع علينا بالخير والصلاح والفلاح غدا يوم القيامة. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر الموت يعني مثلا حتى في المقابر إنسان لا ينسى ذلك الدعاء اللي كيدخل النبي عليه الصلاة والسلام تيقول في مقبرة السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا يذكر نفسه بالموت صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر يعني ذكر الموت يعني له مجموعة من الوسائل، كالمذاكرة فيها، زيارة المقابر، الصلاة على الجنائز. يقول واحد زيارة المقابر، اذهب إلى المقبرة وزور المقبرة وقف على القبور واجلس وانظر إلى الجنائز التي تدخل كم عددها، وانظر إلى أحوال الناس الذين يتبعون الجنائز، وقل في نفسك غدا سأكون من هؤلاء، مش الذين يشيعون، من الذين يشيعون، غدا قد أكون من هؤلاء المحمولين. وانظر وقف على شفير الحفر المحفورة، القبور المحفورة التي لم يدفن فيها أصحابها بعد، وانظر فيها وقل هنا قد آتي الليلة وقد آتي غدا، فماذا أعددت لهذه الحفرة؟ الناس يسألون حق على القبر مش نبني عليه من الفوق، نديروا جليج، حط لي رخامة. يا أخي يا أختي الله يجزيكم بخير، كم مرة سنكرر هذا الأمر؟ ما يحتاجه الميت ليس ما ستضعه له فوق قبره، هذا لن ينفعه بشيء، إذا لم يضره فلن ينفعه، الذي ينتفع به الميت ما سوف تدخله عليه وهو في قبره لا فوق قبره. جلي جا ولا سميت الصالون ولا تدور بالحيط ولا تدير ليه القبة ولا تدير ليه القرمود ولا دير لي انت كاع الفضارتي فيس، انت كاع ترتقوا لي فوق القبر، هذا لا ينتفع به. وتتصيفط شي حاجه للقبر، صيفط لشي حاجه اللي كتدخل داخل، دعاء، استغفار، صدقه، مصاحف توزع، علم شرعي يعني تنفق عليه، كتاتيب يعني تصرف عليها، مدرسه تبنيها يعني وتجعل اجر من يتعلمون في صحيفه ذلك المتوفى. هذا ما ينتفع به الإنسان تحت قبره، ما تدير ليه جليج في الخضر ولا تدير ليه جليج في الليموني، هذا إذا لم يضره، غير يكون ما وصاش، إذا لم يضره فلن ينفعه. ويتذكر الإنسان يعني كما ذكرنا منازل الآخرة، وهذا مما صرنا نزهد فيه، يعني أنا كنت كلمة على العزة التي تأتي بسبب قوة الإيمان، ما صرنا نزهد في 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 في, في تذكر الآخرة. ما بقات مذاكرة في الجنة، ما بقات مذاكرة في النار، ما بقات مذاكرة في الملائكة، ما بقات مذاكرة في الجن، ما بقات مذاكرة في هذه ولا في هذه، الناس طغت عليهم الدنيا وطغت عليهم الماديات، كيف سوف يتذكرون هذه الأمور؟ ومن الأمور أيضا التي
يعني يزداد بها إيمان العبد. ذكرنا الآيات في الأول افتتحنا بها، وهذا آخر وسيلة أذكرها إن شاء الله تعالى، ذكرنا الآيات القرآنية وهناك الآيات الكونية. الله عز وجل يقول لك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يعني هذا اليقين وهذا الإيمان يرتفع منسوبه بالتأمل في هذا الكون، وهذا يكون بالعلم، ونحتاج إلى الشباب لأن يقود مسيرة هذه العلوم، العلوم يعني أقصد بذلك العلوم التجريبية وعلوم الفيزياء، علوم الحياة والأرض، علوم البيولوجيا، الجيولوجيا، علوم الكيمياء، العلوم يعني الرياضيات، علوم الهندسة، علوم الفلك، العلوم التي كان المسلمون يعني سادتها وقادة الأمم فيها، بل التي استلهم منها يعني علماء الغرب علومهم خصوصا مع عصر النهضة وبعد 1492، يعني بعد نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر جل علومهم استمدوها من علم من علوم المسلمين. لكن هذا لا يعني أننا سوف نبقى هكذا نبكي على أطلالنا ونقول كنا وكنتم، إنما وجب علينا أن نستنهض الهمة في أبنائنا ليكونوا قادة في هذه العلوم مرة أخرى، على الأقل المسلم في ميدان العلوم لن تحكمه إيديولوجيا معينة تريد أن توجه علومه إلى اتجاه معين لخدمة عرق معين، كما فعل يعني فعلت مجموعة من الإيديولوجيات الغرب النازية والفاشية والعلمانية والليبرالية في توجيهها لمجموعة من العلوم لكي تخدمها حتى ولو بالتدليس، حتى ولو بالتدليس والكذب. يقول لي حق لارا الأوساط العلمية في أوروبا أوساط محايدة موضوعية، الذي لا زال يعني يرفع هذه الراية ويدندن حولها، والله عنده في دماغه من الخراب ما يعني ما يغني عن الخوض فيه. المسلم على الأقل عنده خلفية، خلفية يعني مرجعية، مرجعيته إسلامية، يراقب يعني يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فهذا هو اللي قدر يكون موضوعي في بحثه، بالإضافة إلى أن بحوثه العلمية إنما تزيد في إيمانه لا تنقص، تزيد في إيمانه، لا كما يصور لنا بعض المهرطقين كيقول لك حقا لا اللي بغى العلم حاجة واللي بغى التدين حاجة، وإنما التدين هو اللي دعا إلى التخلف. الله العظيم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ما كان هذا الدين إلا دين علم ودين بحث ودين تجرد. ولكن الله المستعان، تقول الدول لما تتخلف راه يأتي صاحب المزمار لتتبعه الجرذان. فمحل الشاهد، خلينا من هذا الشيء كله، محل الشاهد وأن التأمل في آيات الله الكونية، وهذا مما ينادي به القرآن الكريم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا كيف كان عاقبة المتقين، كيف كان عاقبة المكذبين، وهكذا. يعني الإنسان يتأمل في خلق الله، يتأمل في ذاته، يتأمل في الذرة، ويتأمل في المجرة. هذه الأمور يعني لا يتسع المقام للخوض فيها، لكن يحتاج يعني الشباب لأنهم في مراكز البحث وهم في الثانويات وهم في الجامعات ومراكز البحث للدراسات العليا، يعني يجتهدون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويكونوا من أهل الإحسان والإتقان في علومهم حتى يستنهضوا همم الشباب للخوض في هذه العلوم ليقدموها للناس في قالب إسلامي يبين لهم هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهنا فقط إشارة قبل أن أختم، تقع المسؤولية على عاتق الأساتذة، أساتذة هذه العلوم التجريبية، المسؤولية تقع على عاتقكم، والله لا تظنون أنكم بين يدي الله عز وجل لن تسألوا عن هذا. اللي كتقرروا مثلا الفيزياء النووية، مثلا الأتوميستيك، تقررون الفيزياء النووية وكتبين له مثلا مكونات الذرة وكذا إلى آخره، هل تذكرهم من خلال هذه الأمور، هل تذكرهم بخالقها؟ ملي كتكون مثلا كدير معاه مثلا تقسيم مثلا ديال الخلية والمكونات ديالها،
الغشاء السيتوبلازمي والبلازم سميتو الداخل والسائل الخلوي والنواة والمورثات، ملي كتجبد لهم مثلا هذيك المورثة وذاك الميتوكوندري والمكونات ديالو إلى آخره، هل تذكرهم بالله؟ هل تبين لهم أن هذا الإحكام والإتقان في هذا الخلق يستحيل أن يكون نتيجة صدفة، فضلا عن أن يكون نتيجة تطور عن صدفة؟ هل تذكرهم بهذا؟ أم أنك تكرس في أذهانهم فكرا إلحاديا دون أن تدري؟ الذي يدرس التاريخ وأنت تدرس الخلفاء المسلمين، هل تذكر الأبناء المسلمين الآن أن هؤلاء ينتمون إلى تاريخهم؟ أم أنك تدرسهم أهل الإسلام تاريخ المسلمين كما تدرسهم تاريخ الكفار، كما تدرسهم تاريخ الحيوانات؟ أساتذة التربية الإسلامية هذول يعني لا أظن أنني أهل لأن أذكرهم بشيء مثل هذا. هل تدرسهم المادة على اعتبار أنها مادة مثل المواد؟ أم أنك تدرسهم مادة هي كأنها القلب النابض لسائر المواد؟ الطالب يحتاج المواد كلها، لكن نحتاج لليدين لفعل شيء معين، وللفخذين لفعل شيء معين، وللبطن لفعل شيء معين، وللدماغ لفعل شيء معين، يعني كل عضو فينا مهم في بدننا لكن له تخصص معين، وهناك أعضاء حيوية أكثر من الأعضاء الأخرى. إن أصيب، نسأل الله العافية، لكن إن أصيب الإنسان في يده ليس كما أصيب كأنه أصيب في قلبه. والقلب النابض لسائر المواد إنما هي مادة التربية الإسلامية. فأدوا الذي عليكم يرحمكم الله، ودعكم من التشغيل، أدوا الذي عليكم يرحمكم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فهكذا يعني كانت المذاكرة، نستسمح لمن أحس أننا قد أطلنا عليه، لكن لا أظن أننا أطلنا في ساعة ونصف أو ساعتين، أننا أطلنا إذا كان ما نعاني منه إنما هو تراكمات لسنوات. فلو صبرنا على ساعة ونصف أو ساعتين حتى نستنهض الهمة ونجتهد لتقوية الإيمان ونعمل لتعزيز اليقين في قلوبنا لننقذ أنفسنا فيما بقي من حياتنا، لا أظن أن هذه الدقائق المعدودات تكون طويلة عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يسترنا وأن لا يفضحنا وأن يقوي الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا اليقين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والصلاة والسلام على خير الورى وأشرف المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.